مروان حسب إدارة الترجي فإنها حاطت ميزانية ماكسيموم تاعها 40,000 يورو باش تخلص الراتب الشهري للمدرب الجديد. انك تحط ميزانيه معناها معناتها تشوفها مناسبه الميزانيه هذه معناها باش تجيب مدرب كفء في حجم العباد اللي الجماهير تستنى فيه من اداره الترجي والا شويه والا باش تكون برشا زاد. شوف السلام توا خلينا نحكيو بصراحه اليوم يظهر لي الترجي باش يعيش اصعب من الايامات اللي تعديو توا في البريود هذايا. علاش؟ خاطر اليوم باش تكون مسؤوليه اكبر. اليوم كي نحكيو على كاردوزو وانا حكيت قبل وعملين وقلت لك مانيش مقتنع به مدرب هذا وحكينا قلنا وقتها ترجي وصلت فينال كنت حكيت قبل قراسة ميميش اليوم اللي خلى كاردوزو اليوم اللي هو يعاود كونترا في الاسبيرانس معناها ما عندوش حتى بصمة المدرب في الانجاز اللي صار هذاك ما لينيش حاجة وبشهادة الجميع ورينا الترجي اليوم معناتها عمناو صحيح اليوم فيناليست اما ميميش كان من اول الموسم عمناو ما كانتش نتائج كيما هكا كي جا كاردوزو في جانفي شفنا نتائج اخرى في الفريق الكل اللي قدمتها الترجي التونسي مع طارق ثابت التير تيران بالكل اللي قدمها السيد كاردوزو قدم حتى كورة اما تبقى نتائج الكورة نتائج ومش غريب على الترجي مش تعمل فينال تشامبيونز ليج وتلتة تشامبيونز ليج ما عملش عجيز بظروف الظروف تاع عمناو كانت مشكوك فيها هي ظروف هاني قلت لك انا السبب اللي كانت اليوم موجود كاردوزو اللي هو ميميش واليوم ميميش يفر فتره خايبه اليوم معناتها كيما نقولوا ميميش خلى عمناول كاردوزو وسنين نحا كاردوزو ميميش مدرب جديد اي مش مشكل اليوم حتى نرجع لكلمس الشياب اليوم فما حاجه زاده في الاسبيرونس لازم يعرفوها اليوم حتى لي جوا ولي ستاف الكل في الترجي اليوم انا كيما نقولوا مدرب الحراس ما تذكروهوش وسيم نوار هكا ولا صح وسيم نوار قادم اسكو عنده كلمته مع لونترينور ولي المنصر كل شافت لكونه ميميش قاعد يتراجع مردود واليوم هو المسؤول اليوم اللي في التراجع على اي مستوى قاعد يتراجع باللي بيان سور على على بدايه السيزون تاعو ما كان معهوش اون فورم قبل بونت ولا لا فما غلط بين المغلط تاع الملعب التونسي صغير باش يقول صغير باش يقول انا نعرف كنت اليوم من محبين التراجي مي هذه حاجه معناتها نحكي لك انا تو كنت مريقل ساعه كامله مريقل لا بيان سور يا سيدي انا شرف لي ان نحب التراجع الرياضي التونسي انت اسمعني كي نحكيو على ميميش معناتها اليوم نحكيو محب التراجع الرياضي التونسي انت قلت لي شغلت ميميش اي نتفاعل معاك رياضيا انا نتفاعل معاك رياضيا ليش عاد يا ولدي راهو شوف نحن قلنا لك حاجه انت عاجبك ميميش افضل حارس تونسي خلق في العشر سنوات الاخيره في العشر سنوات في العمر هذاك كيفاش وافضل حارس افريقيا في العمر هذاك مش يكون رقم صعب في العالم واحنا انت وامثالك انت المحللين اللي قاعدين تقزموا في الشباب التونسي هذي ما كومش باش توصلوا وتونسي باش قاعدين تقزموا فيه شبيك شعلت انت تاو ما قلت مانيش محبين مش شعلت ارزن عندك الغيره شويه ارزن عندي الغيره اسمعني انا غير انا نغير على الشباب بتاعنا يا معلم يا معلم ما نحكيش عن بعض يا معلم تعلم اسمع ساك تعلم مش عيات شوف الميديا مش عيات تعلم اسمع خالد انت يبدو لي تعلمت برشا عيات تعلم اسمع خالد اسمع واللي قعدت معها اول مره يبيني تو فرصتك انت باش تعطيني درس يا خويا نعطيك دروس باش نحترمك انا اليوم ودس فاستك قدام جمهور الاسبيرونس واعمل اللي يحب فرصتك تو فرصتك خمس خليك خلينا نقصوا خالد انت قصيت عليه خليه جوست يكمل فكره بعد نعطيك تعلم ليه حبيت نعطيه شونس ماهوش موضوعنا يا خالد مروان ماهوش موضوعنا هذا خلينا نحكوا تو انا قايم في كارديا وبعد خذ الكلمه كلها وفاليوكا انت ماكش مدرب حراس ولي انت ما تعرفش تقيم شكون ما تعرفش تقيم انا نوصل الاهداف اللي ما تعرفش تقوم الصباح مش قيم الولاد الولاد والله ما تعرفش تقوم الصباح مستر نحط على الحوار كان باش نكملوا هكا الولاد من ظلكم اسمعوني كي نحكي معاكم يهديكم ربي الزوز احترموني شويه على الاقل موجود لهنا مبدا الزميل خالد خليه يكمل اللي يحكي عليه وبعد نعطيك انت تجاوب لا انت جمعيتك لا انت مش جمعيتك ما مش موضوعنا هذا معناها زيد ماهوش موضوعنا لحظة أعطيك لحظة تحكي على ميميش كيما غلط في كرات كيف كان أخويا جاب برشا ماتشوات زادة ونحى برشا كرات خليونا في الكرة ما ندخلوش في مواضيع أخرى هل حكيت لك أنا قلت لك قبل ميميش البريود اللي عادية عاملينه الباهية خلت اليوم يعاود كاردوزو كونترا هذه ما قلنا حتى حد لا يشك فيه كان معناتها بارز عاملينه في الاسبيرونس اليوم يمر فترة خايفة تو ما سألتك عن مدرب جديد علاش رجعت للتالي باهي باش نقول لك المدرب الجديد يا اسلام وكيما حكينا
اليوم انت حتى كي تجي تشوف ماكش مقتنع برشا بكاردوزو. علاش قلت لك انا اليوم لازمك تقيم مدرب عارفه باش يتنحى، لازمك تقيمه قبل بشهر. اليوم في الساحه كي نلقى المعبيه في الترجي اليوم عنده الاكسبيريونس نتاع الشامبيونز ليغ، لازم يكون مدرب زاده كيف كيف عنده الاكسبيريونس نتاع الشامبيونز ليغ. واليوم اقاله، نحكيو على اقاله كاردوزو اليوم بين بالكاشف اليوم اللي غلطوا، فما عباد تغلط في الجماهير الرياضي. اليوم كي نحكيو على سبيرونس ديما يقول لك بريمير اوبجيكتيف للشامبيونز ليغ، كاردوزو على سنحة مال اليوم الاسباب معناتها الكارثيه اللي في الشامبيونات خلت اليوم كاردوزو يتنحى. تحب نحكيو بالارقام، انت عملوا تراجع مع كاردوزو فينال تشامبيونز ليغ، ترشحت للكاس العالم، اليوم معناتها متواجده باش تلعب تصفيات في دور المجموعات في تشامبيونز ليغ. علاش تنحى كاردوزو اليوم كي تحكي بالارقام؟ والله ما فهمتش علاش استفيك على جي ترجع لكادو تعدي ناس يحكينا عليه برشا كادو. الانترنور اليوم يجي وكي نحيد كاردوزو اليوم مسؤوليه كبيره، خاطر اللي باش يجي ولي يلوم عليك علاش نحيد كاردوزو. بار كونتر الارقام اللي عملها في التراجي ماهيش خايبه، نحكي ما نحكيش على الامور الفنيه وكل شيء، نحكي على الارقام. متبقى اليوم لازم مدرب الحقيقه يعرف البطوله مليح، يعرف الملاعبيه اللي موجوده في التراجي، كان يتابع فيها عنده شر، خاطر احنا صعيب باش تلقى اليوم مسؤولين عنده انترنور معناتها عنده شر كيما نقولوا تبع فيه كل شيء ويعرف الملعب بيضهم. انا من رايي نحب ندخل مروان، انا وانت تعرف اللي كشخص البرا نحبك برشا، ما يلزمنا نتعلموا برشا حاجات. راه اليوم ما يلزمكش تتدخل بطريقه هذية بارابور على اي شخص كان، وسورتو خالد شوشان كو جو كوني دوبي لونتون، برك الله من الناس اللي من قيمه كبيره برشا في تونس وكل شيء. اليوم راهو الدنيا هذية راهي تحكي على ميميش كي سورا بارمي لي ميور غارديان او موند اذا كان يلقى الظروف، خاطر ميميش سي انا تو بارابور على اليوم في الظروف الصعبه نلقاك وتلقاني. اليوم في الظروف الصعبة الترجي ما تسيبش ولدها. اليوم ميميش الغلطة الوحيدة ممكن اللي صارت في الترجي التونسي سي قدوم بن سعيد، بشير بن سعيد. اليوم جيب له حارس مرمى انترناسيونال تيتولير في ليكيب ناسيونال كرامبلاسون نتاعو، تحب ولا تكره سوناج 19 لو بريسيون باش تصير برشا. سي المنجي والله مش موضوعنا، خرجنا برشا على الموضوع. لا ما نحبش انا اليوم راهو نحبوا برشا مروان، لكن اليوم سيسون دو فير دي كونفلي وحاجات اللي ماهيش في مصلحة كرة القدم. واليوم راهو اليوم خالد شوشان جو لو دي مش سافي تري تري لونتون اللي ما تقابلناش، من بارمي لي بيرسون اللي اليوم قاعدين ينوروا في الرياضة وقاعدين ينوروا في القنوات التلفزية، ونقول له برافو هذوما الناس ما نشكوش فيه اللي حشتنا بهم احنا في تونس. خالد يبدو انك انت البروفيل نتاعك مش البروفيل ماكش مقتنع برشا بالبروفيل نتاع امير عبده. انا توسكي تونسي انا معاه، توسكي منتوش تونسي انا معاه، ما نشحوش برشا في الترجي السنوات الاخيره. اعطيني انا هو المدرب الاجنبي اللي نجح مع الترجي الرياضي التونسي. فوزي البنزرتي تونسي هز معاه عربي ابطال افريقيا 94. يوسف الزاوي نجح مع الترجي الرياضي التونسي. معين الشعبين ديال الشامبيونز ليغ. شكون تشوف تونسي اليوم؟ نبيل معلول مع الترجي الرياضي التونسي اليوم، شكون تشوف تونسي قادر يفيد الترجي؟ انا ما نعطيش اسماء باش ما يقولوش السيد يبيع في اكس ويغريك، ساشون كو قبل ما يطرح امير عبده وغيره كانوا فما اسواق توانسه مطروحين على طاوله حمد المد، وقلتهم البارح في ديوان فيلم السيد الاسعد الدريدي والسيد خالد بن يحيى، وكانت الاسبقيه الاسعد الدريدي. هذه انا معلومات نعرفها وثابته. احنا ما نحبوش التونسي، احنا ملعبيتنا نقزموه. مدربين احنا شيخ المدربين التوانس سي فوزي البنزرتي خرجناه بطريقه مهينه. فهم بالك ما ماشي للفيفا حطت وان سيبل جون سيبل باش يكون هو في عينين لي زاجون، قال لهم يا وكلاء شوفوا هالنا ورا هذه، نحن نقزموا في البلاد هكاك عند ربي خلقنا هكاك. نحن شعب حقود مع احترامي للبعض، نقعدوا راك الفضاء الازرق ونبداو نخرجوا في السم نتاعنا. سبحان الله اسامه الملولي قزمناه، وما ادراك ما اسامه الملولي. الحفناوي نوارة قزمناه. خالد شعب حتى غالب وسخوله الدم نتاعه. إدارة الترجي اليوم في توجهاته حتى تكلم وليد قرفالة في موزايك وقال إدارة الترجي من حقها تعمل اللي تحب، قال اختيار باش يكون أجنبي مش تونسي، من حقها تعمل اللي تحب إدارة الترجي وتقرر هي مصيرها وتعمل هي وتعرف هي الصالح بها. هي اللي تعرف الصالح بها. واليوم تنحى كاردوزو على خاطر ماهوش مش هز الترجي للفينال تاع الشامبيونز ليغ، مش على خاطر تعادل وخسر مع جرجيس. لا 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 الترجي بعيد على البطولة. شوف في تونس فما الترجي فما البقيه، اللي فما ناس ماهيش فهمتها تو
بالحق فما ناس مش فهمتها على مستوى التنظيم الإداري، على مستوى التنظيم المالي، على كل المستويات. ترجي منظم ياسر، واسألوا أنتم أي لاعب محترف جاي للترجي التونسي، واسألوا أي لاعب محترف آخر تقمص ألوان أندية أخرى في تونس، راهو ماهوش عيب هذا. كي نصالحوا مع رواحنا ماهوش عيب، كي نصالحوا مع رواحنا ماهوش عيب. وراكي مش قرني انا حبي الترجي ريال تونس، سامح قسمه ليه ما تعديش هكاك على شكون قصه لي ما بين قصه لي ما بين فما ترجي فما بقيت في رقم ما بين ما بين ما بين ما بين لا 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 ما بين ما بين لا خلي كمل تشحل امور تفضل خخرج حتى تخرج اخرج حتى مشك ما نجموش ما بين ما نجموش هكا يا ما بين شويه انت ما كنتش تسمعوا فيا زوز نمشيو فاصل قصير مزيكا نمشيو فاصل مزيكا بعد نرجع نكملوا تحكي معايا شويه